بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذه هي المحاضرة الأولى من كتاب الصلاة، وهي مقدمة مهمة لما بعدها، ونتناول فيها أولا معنى الصلاة وعلى من تجب وحكم تاركها، وهل يقتل تاركها حدا أم كفرا. ثانيا، مواقيت الصلاة وأوقات أهل الأعذار والأوقات المنهي عن الصلاة فيها. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أولا، معنى الصلاة وعلى من تجب وحكم تركها، وهل يقتل تاركها حدا أم كفرا. الصلاة أيها المستمعون الكرام، لغة أي في لسان العرب، لفظة الصلاة كانت تعني وما زالت البركة والدعاء والدين والعبادة والرحمة، كل تلك المعاني هي معاني للفظة الصلاة، فتختلف معنى اللفظة في السياق وحسب مقصود المتكلم. فتطلق الصلاة ويقصد بها البركة لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: اللهم صل على آل أم أوفى، أي اللهم بارك في آل أم أوفى. وتطلق الصلاة ويقصد بها الدعاء لقوله تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم، أي يدعو لهم. وتحتمل أيضا فعل الصلاة وهي الصلاة على الميت، فاللفظة هنا مشتركة والله أعلم. وتطلق الصلاة ويقصد بها الدين لقوله تعالى: قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، أي أدينك يأمرك أن نخلع عبادة الأصنام، وعبروا عن الدين بلفظة الصلاة. وكذلك استعمل النبي صلى الله عليه وسلم لفظة الصلاة وقصد بها الدين في قوله صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنوهم ويلعنوكم. قلنا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وتصلون عليهم أي تدعون لهم ويدعون لكم. وما أقاموا فيكم الصلاة أي ما أقاموا فيكم الدين. وتطلق الصلاة ويقصد بها العبادة لقوله تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، أي وما كانت عباداتهم عند البيت الحرام إلا هزلا من التصفيق والتصفير. وتطلق الصلاة ويقصد بها الرحمة، قال تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما، أي هو الذي يرحمكم وتدعو لكم ملائكته من أجل رحمتكم وهدايتكم. فلفظة الصلاة هنا مشتركة بين الرحمة والدعاء، فالصلاة من الله رحمة ومن الملائكة دعاء. وتطلق الصلاة ويقصد بها نص الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللفظة هنا مشتركة أيضا، فالصلاة من الله رحمة ومن الملائكة دعاء ومن المؤمنين دعاء بصيغة معروفة: اللهم صلي على سيدنا محمد. والصلاة اصطلاحا هي تلك الأقوال والأفعال المعلومة المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم،
وجميعنا يعرفها ويشاهد المسلمين في كل مكان يصلونها، فمن تجب عليه الصلاة؟ تجب الصلاة على كل مسلم بالغ عاقل بالإجماع، أي لا خلاف في وجوبها على هذا الصنف. فما حكم تركها؟ حكم تركها للمسلم عند جمهور الفقهاء ترك الصلاة كفرا، ترك الصلاة عمدا كفرا ولا خلاف في ذلك، أما تركها تكاسلا ففسوق. بينما يرى الحنابلة من أهل السنة والجماعة أن ترك الصلاة بلا عذر كفر قولا واحدا، سواء كان عمدا أو تكاسلا. فكيف يفعل بتالك الصلاة قضاء، أي رجل لا يصلي، عندما يؤخذ للقضاء ماذا يفعل فيه القاضي؟ جمهور العلماء الذين يفرقون بين العمد والتكاسل يقولون أنه يؤمر ويوعظ ويرفع عنه الجهل ولا يزال به هكذا حتى يصلي، فإذا أصر وكابر وظهر تعمده يقتل. وهناك رأي آخر وهو رأي الظاهرية، ويقولون فيه لا يقتل بل يحبس ويضرب حتى يصلي أو يظل في هذه العقوبة أبدا، وهنا في الغالب أنه سيعقل ويصلي، وهذا خير من قتله ابتداء. ومن هنا نفهم أن هناك اتساع في الحكم وفسحة للقاضي كي يحكم في كل حالة بما هو الأنسب، وعلى القاضي أن يتدرج في الحكم في هذه المسألة، فليس المذنب للمرة الأولى كالمكرر للمرة الثانية والثالثة. فأرى والله أعلم أنه يسجن ويضرب حتى يعلن توبته، وهذا بعد رفع الجهل عنه وتعليمه، فإذا عاد وكرر وعاند يعذر، حتى إذا ما كان هناك بد من إقامة الحد عليه يقام الحد عليه وهو القتل. فهل يقتل تارك الصلاة حدا أم كفرا؟ إذا كانت النتيجة الإعدام فما أثر توصيف الحكم بأنه حدا أو كفرا؟ أليس سيقتل على أي حال؟ اعلم عزيزي المستمع أن التوصيف مهم لما سيترتب عليه من أحكام، فالمحدود مثلا مسلم يجوز له الدعاء بالرحمة والمغفرة ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويورث ماله، هذا معنى أن الإنسان قتل حدا فله هذه الحقوق. أما المرتد فلا يجوز له شيئا مما ذكرنا، فيدفن في حفرة بعيدة عن مقابر المسلمين، ولا ضرورة لغسله ولا لتكفينه ولا يصلى عليه، ويجمع ماله ويلقى في بيت مال المسلمين. وعلى هذا نعود إلى تساؤلنا، هل يقتل تارك الصلاة عمدا يقتل حدا أم يقتل كفرا؟ الجمهور من الأحناف والشافعية والمالكية على أنه يقتل حدا، ويجري عليه من أحكام ما يجري على أي مسلم، أي أنه يعتقد أن هذا الحد تكفيرة له من الذنوب، ويغسل ويكفن ويقبر في مقابر المسلمين ويصلى عليه ويورث ماله. بينما يرى الإمام أحمد بن حنبل وعبد الله بن المبارك وغيرهما كثير أنه يقتل كفرا وتجري عليه أحكام الردة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم ننتقل إلى الجزء الثاني من هذه المحاضرة مستمعين الكرام، ونتكلم فيها عن مواقيت الصلاة المفروضة وأوقات أهل الأعذار والأوقات المنهي عن الصلاة فيها. وأصل مسألة الوقوت في الصلوات هي قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي موقوت بوقت محدد. وحديث عبد الله بن رافع مولى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم
عن أبي هريرة أنه سأله عن وقت الصلاة، فقال أبو هريرة: أنا أخبرك، صل الظهر إذا كان ظلك مثلك، والعصر إذا كان ظلك مثليك، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء ما بينك وبين ثلث الليل، فإن نمت إلى نصف الليل فلا نامت عينك، وصل الصبح بغلس، وفي رواية أو بغبش. وهناك أحاديث كثيرة تناولت مواقيت الصلاة فصلها الفقهاء قبل الحديث عنها. يجب أن نعلم أن مسألة توقيت الصلاة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، كما أنها شرط في صحة الصلاة، ومن ثم لا تصح صلاة قبل وقتها، ويحرم إخراجها بعد هذا الوقت إلا بعذر شرعي. ونتناول في هذا الجزء مواقيت الصلاة في العناصر الآتية: مواقيت الصلاة المفروضة، وأوقات أهل الأعذار، والأوقات المنهي عن الصلاة فيها. أما مواقيت الصلاة المفروضة، فجميعنا يعلم أن الصلوات المفروضة هي أول صلاة فرضت على المسلمين، وأول صلاة صلاها المسلمون: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. وأعداد ركعاتها 4 للظهر، ثم 4 للعصر، ثم 3 للمغرب، ثم 4 للعشاء، وركعتي الفجر. وقال عمر لأعرابي وهو يعلمه عدد ركعات الصلاة: إن الصلاة 4 × 4، ثم 3 بعدهن 4، وركعتي الفجر لا تضيع. فالصلاة الأولى وهي صلاة الظهر، وهي أول صلاة صلاها المسلمون بعد فرضها في نهار ليلة الإسراء والمعراج، لذلك ابتدأنا بها. وأول وقتها أي صلاة الظهر هو وقت الزوال، ويبدأ عندما يلان الظل للمشرق. وأمهلني أبسط لك الأمر عزيزي المستمع، بعد أن تشرق الشمس تزحف من المشرق إلى المغرب في مسار بيضاوي حول الأرض، تأتي في نقطة من هذا المسار فتكون الشمس عمودية على الأرض، بحيث يصير الظل كل شيء تحته مباشرة. فإذا نظر الإنسان لظله حينها وجده مختبئا تحت قدميه، ويظل ذلك لبضع دقائق، ثم تبدأ الشمس في استكمال زحفها نحو المغرب، فحينها يميل الظل ناحية المشرق حينها، وبعد أن يبلغ طول ظل الإنسان ربع طوله الحقيقي شرقا، ويستغرق من 15 دقيقة إلى 20 دقيقة تبدأ بعد تعامد الشمس على الأرض، وهو ما يسمى فقها وقت الزوال، أي بعد هذا الوقت بنحو 20 دقيقة يبدأ وقت الظهر، وهو الوقت الذي يميل فيه الظل ناحية المشرق، ويكون طول ظل الأشياء في حدود ربع طولها. فإذا بدأ وقت صلاة الظهر بعد الزوال بنحو ربع ساعة، ووقت الظهر موسع فيمتد إلى أن يصير طول كل شيء مثله، أي يكون الظل بمقدار الطول مباشرة، الطول الحقيقي. لهذا يقولون آخر وقت لصلاة الظهر هو عندما يصير طول ظل كل شيء مثله، وهو نفسه وقت دخول العصر. فهنا قاعدة يجب أن نعلمها: تبدأ الصلاة بانتهاء آخر وقت الصلاة التي قبلها، ونظرا لاتساع وقت الظهر بلغت دقة الفقهاء، لأن يتساءلوا التساؤل الآتي: إذا كان وقت الظهر موسعا فأيهما الأفضل، أن نصلي في أول الوقت يعني بعد وقت الزوال مباشرة، أم نؤخر الصلاة لما بعد وقت الزوال بمدة فنصلي في نصف المدة مثلا؟ الفقهاء للإجابة عن هذا السؤال فرقوا بين أيام البرد وأيام الحر، فقالوا: في حالة البرد يفضل صلاة الظهر في أول الوقت، روي ذلك عن مالك والشافعي رحمهم الله. وأما إذا كان الجو شديد الحر فالتأخير أفضل، لأن الشمس تكون حينها ما زالت شبه عمودية على الأرض،
فتكون درجة الحرارة مرتفعة جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم راعى ذلك فقال: إذا اشتد الحر فأبردوا، يعني انتظروا حتى يبرد هذا الحر بانكسار الشمس شيئا ما نحو المغرب، بحيث لا يخرج وقت الظهر. وأما الصلاة الثانية وهي صلاة العصر، وهي صلاة عظيمة القدر، أقسم الله عز وجل بها في القرآن الكريم. وقتها: إذا صار ظل كل شيء مثله، والذي هو أيضا علامة انتهاء وقت الظهر. تمتد صلاة العصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه، أي ضعف طول الأصل، وذلك عند الجمهور. يعني إذا وقف الإنسان في الشمس ووجد أن طول ظله ضعف طوله الحقيقي، فهذا آخر وقت العصر، فعليه أن يستدرك. وفي هذا الوقت تحديدا تكون أشعة الشمس خفيفة لوشوكها على المغيب. وقال الظاهرية: آخر وقت العصر هو قبل غروب الشمس بمقدار ركعة، يعني بنحو 3 دقائق أو 5 دقائق. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وصف المؤخرين للعصر لآخر وقتها دون عذر بالمنافقين، فقال: تلك صلاة المنافق. ثم كرر صلى الله عليه وسلم فقال: تلك صلاة المنافق، يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر 4 لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فالذي يؤخر صلاة العصر لآخرها دون عذر ثم يقوم فينقرها 4 نقرا كأنه طائر ينقر الشيء نقرا، لا يذكر الله، وإن كان يذكره بلسانه إنما قلبه عنه غافل، لا يذكر الله إلا قليلا، فتلك هي صلاة المنافقين. ووصف هذه الصلاة لا ينطبق فقط عن صلاة العصر، فكل إنسان يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها، فإذا أوشكت على الخروج من الوقت قام فنقرها 4 دل ذلك على أنه من المنافقين. أما الصلاة الثالثة، صلاة المغرب، وقتها إذا غابت الشمس، وآخر وقتها عند غروب الشفق الأحمر من السماء. الشفق الأحمر، إذا نظر الإنسان بعد المغرب يجد أن هناك شفقا أحمرا خاصة، والشفق الأحمر يظهر بوضوح في الأماكن المكشوفة وفيما وراء البحار وما وراء الجبال. فإذا انقشع الشفق الأحمر من السماء حان وقت العشاء. وقال أبو حنيفة: بل إن آخر وقت المغرب ليس مغيب الشفق الأحمر، بل مغيب البياض الذي يكون بعد الحمرة في نهاية هذا الشفق، وهي مسألة دقائق. ننتقل إلى الصلاة الرابعة وهي صلاة العشاء. والجمهور قالوا: أول وقت للعشاء هو مغيب الشفق الأحمر. أما أبو حنيفة قال: بل بعد مغيب البياض الذي يكون بعد الحمرة. وأما آخر وقت العشاء فعند الجمهور ثلث الليل هو آخر وقت للعشاء. وقال الإمام مالك: بل يجوز تأخيرها إلى نصف الليل، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم القائل: لولا أن أشق على أمتي لأمرت هذه الصلاة، أي العشاء، إلى نصف الليل، أي لأمرت أن تؤخر هذه الصلاة إلى نصف الليل، دل ذلك على جواز صلاة العشاء إلى نصف الليل. وقال داود الظاهري: آخرها مطلع الفجر. وهذا ما يرجحه المؤلف، لأنه لا يخرج وقت الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة التي تليها. فإذا كانت صلاة العشاء أيضا من الصلوات الموسعة في الوقت، فأيهما أفضل، أن نصليها في أول الوقت أم في منتصف الوقت أم في آخر الوقت؟ اتفق العلماء على استحباب تأخير صلاة العشاء ولو إلى نصف الليل ما دام لم تفوت الجماعة، أي إذا كانت هناك جماعة متيقنين أنهم سيستطيعون أن يؤخروا الصلاة إلى ثلث الليل مثلا، يؤخروها ما داموا سيصلون جماعة ولكن سيفتقدون إلى أجر المسجد، فإن أدوا الجماعة في المسجد كان هذا أفضل من صلاتها في أول وقتها. وأما الصلاة الخامسة وهي صلاة الصبح، ووقتها
أول طلوع الفجر الصادق. الفجر الصادق، هل يوجد فجر صادق وفجر كاذب؟ نعم، بل ويوجد ظاهرة مشابهة للفجرين وهي ظاهرة الشفق. فهناك فجر صادق وفجر كاذب. أما الفجر الكاذب ويكون بعد منتصف الليل، وفيه تختفي أكثر النجوم ويظهر الضياء في السماء بشكل عمودي على الأرض. في الربيع والخريف يظهر هذا الشكل العمودي بوضوح، ويكون مائلا قليلا للجنوب في فصل الصيف، أي هذا الخط العمودي، ويكون مائلا قليلا للشمال في فصل الشتاء. ويلمع في هذا الفجر، وتظهر لمعة في هذا الفجر من ناحية الشمس أو من ناحية طلوع الشمس، وتكون السماء فيه بادية ومضيئة، وتظنها مدينة بعيدة ذات قصور منيرة، وهذه علامته. أما الفجر الصادق فيكون فيه الضياء أفقي أيضا، ولكن ليس بشكل عمودي، ويلمع من ناحية الشمس أيضا، أي يبدأ ظهور الفجر الصادق من ناحية الشمس أيضا، أي من ناحية المشرق أو من ناحية خروج الشمس تحديدا، لكنه يبدأ ضوءه بالظهور يمنة ويسرة، ومن فوقه سواد السماء، أي أن الفجر الصادق والفجر الكاذب يستوون في أمور، وهي أنه كلا الفجران أول ما يظهر يظهر من ناحية شروق الشمس، ولكن الفجر الكاذب يكون بشكل عمودي على الأرض أكثر مما هو أفقي، وتظهر فيه النجوم بوضوح، وإذا نظرت إلى السماء في هذا الوقت تشبه المدينة البعيدة التي فيها قصور مضيئة، أي أن السماء واضحة، أي أن هذا الضوء ليس فقط على الأرض، إنما هذا الضوء هو موجود في الأرض وموجود في الفضاء كذلك، مما يدل على أنه ضوء خارج عن حسابات الكرة الأرضية، وأنه بعيد عن المواقيت التي نحدد عليها الصلاة، وهي ظاهرة كونية مستمرة لا يمكن أن تختفي إلا في قيام الساعة أو أن يشاء الله. وأما الفجر الصادق فهو يظهر من ناحية الشمس كما قلنا، لكنه سريعا ما يبدأ ضوءه يظهر يمنة ويسرة، وإذا نظرت إلى أقصى اليمين تجده مضيئا، كما أنك إذا نظرت إلى أقصى اليسار تجده أيضا مضيئا. ثم إذا نظرت إلى السماء لا ترى تلك النجوم البعيدة المتلألئة، إنما ترى السواد فوق البياض، وهذه هي علامة الفجر الصادق. فعندما يظهر هذا الفجر الصادق ينادى لصلاة الصبح، وتستمر صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، وأفضل أوقاتها بكل تأكيد هو أول أوقات الفجر الصادق. ثم ننتقل مستمعينا الكرام إلى أوقات أهل الأعذار. من هم أهل العذر المقصودين في هذه المسألة؟ أهل العذر أربعة أصناف: الحائض إذا طهرت، هذه كان لها عذر الحيض، والمسافر إذا رجع، وهذا كان له عذر السفر، والصبي إذا بلغ، وهذا كان له عذر الصغر، والكافر إذا أسلم. أما الحائض فالمرأة الحائض إذا طهرت من حيضها قبل المغرب فعليها صلاتين عند الجمهور أو واحدة عند الأحناف. دعونا نفصل، ويا أيها المستمعون الكرام أرجوكم أن تركزوا في هذه النقطة، فإنه والله كثير من المعلمات والمدرسات والمعيدات وما فوق ذلك يجهل هذه الأحكام المتعلقة بالحائض، سواء في طهرها والذي تكلمنا عنه في كتاب الطهارة، أو ما يترتب عليه من صلاة في هذه النقطة الآتية. وإني والله سألت فيها متخصصات مدرسات في الجامعة في الشريعة الإسلامية يجهلنها، قلت إذا كانت مسألة عامة في الفقه يجوز أن يجهلوها، لكن دكتور أو دكتورة يبلغ من العمر مبلغا يتجاوز 40 والآخر يتجاوز 50، ثم أسألهم فيما يتعلق بطهارتهن أو ما يتعلق بطهارة زوجته وبناته الكبار أو أخواته المسلمات، لا يعرف الإجابة أو يفتي بغير علم. فرجاء ركزوا معي في هذه النقاط. قلنا أن الحائض لها أحكام خاصة مع أوقات الصلاة وكذلك مع قضاء الصلاة، ودعوني أسلط الضوء
على هذه المسألة لأهميتها وجهل النساء بها. إننا أيها المستمعون الكرام نقسم اليوم لنهار وليل، وفي كل قسم منهما صلوات. الوقت النهاري وفيه تصلى الظهر والعصر، والوقت الليلي وفيه تصلى المغرب والعشاء والفجر بينهما. والمرأة إما أن تطهر في الوقت النهاري وإما أن تطهر في الوقت الليلي، أليس كذلك؟ عند الجمهور إذا طهرت في الوقت النهاري فعليها صلوات النهار، وإذا طهرت في الوقت الليلي فعليها أداء الصلوات الليلية كاملة. فمثلا إذا طهرت بعد الفجر فعليها الفجر فقط بلا خلاف، وإذا طهرت بعد الظهر فعليها الظهر فقط بلا خلاف، وإذا طهرت بعد العصر فعليها العصر والظهر معا لكونهما وقتا نهاريا عند الجمهور، والعصر فقط وذاك عند الأحناف، ورأي الجمهور أحوط. وعلى الحائض في يومها الأخير إذا لم تطهر بعد الظهر ولم تطهر بعد العصر عليها أن تتأكد قبيل المغرب بالضرورة، لعلها تطهر قبيل المغرب ولو بركعة. فإذا طهرت قبل المغرب ولو بركعة تعلق برقبتها صلوات النهار جميعا، صلاة الظهر وصلاة العصر. وإذا طهرت قبل المغرب ولو بركعة ولم تتفحص الموضع ثم أذن المغرب تظن أنه عليها المغرب فقط، وهي في حقيقة الأمر طهرت قبل المغرب بدقائق، تعلق برقبتها صلوات مفروضة أضاعتها. وواء سفاه على نساء المسلمين اليوم إذ يجهلن تلك الأحكام، فكم أضاعوا من الصلوات فعوقبوا باتباع الشهوات. فإذا أذن المغرب وهي حائض تنظر، فإذا طهرت تصلي المغرب فقط بلا خلاف، فإذا طهرت بعد العشاء فعليها المغرب والعشاء معا عند الجمهور، والعشاء فقط عند الأحناف، ورأي الجمهور أحوط. فإذا طهرت قبيل الفجر فعليها قضاء المغرب والعشاء معا عند الجمهور، والعشاء فقط عند الأحناف، ورأي الجمهور أحوط. ثم قلنا أنها إذا طهرت بعد الفجر ليس عليها إلا الفجر. ثم نحذر فنقول إذا طهرت قبيل الفجر ونامت عن الفجر ففي رقبتها المغرب والعشاء والفجر جميعا عند الجمهور، والعشاء والفجر عند الأحناف. فإن صلت الفجر فقط بقي في رقبتها ما ضيعت من فرائض بسبب تفريطها، والنوم ليس بحجة هاهنا لترتب الأثر الذي لا يجبر. وقد أعذرت أياما عن الصلوات، أتعجز أن تتحرى حالها آخر المدة في آخر يوم؟ أياما لا تصلي، أياما معذورة، أياما أراحها ربها من الصلاة. إذا جاء اليوم الأخير أتعجز أن تتفحص نفسها قبيل المغرب بدقائق لعلها تكون طهرت فتصلي الظهر والعصر؟ أتعجز أن تتفحص نفسها قبيل الفجر لعلها طهرت فتصلي المغرب والعشاء؟ إن نساء ينمن عن ذلك لا يقمن لشيء إلا للهوى. ثم ننتقل إلى الصنف الثاني من أهل الأعذار، المسافر. فالمسافر إذا حضر من سفره وفاته وقت صلاة كان في سفره لم يؤديها، هل يؤديها قصرا أم يؤديها كاملة؟ الإمام مالك على أنه إنما يؤديها قصرا لأنها كانت في ذمته قصرا، والجمهور يقولون أنه يؤديها تامة لأن سبب القصر قد زال وهو السفر. رأي الجمهور أحوط، ورأي الإمام مالك له وجاهة من الصحة. فإن شاء أداها كما كانت في ذمته، وإن شاء أداها تامة وهو الأحوط. وأما الصنف الثالث من أهل الأعذار وهو الصبي إذا بلغ. فالصبي إذا بلغ حكمه حكم الطاهر، أي أنه إذا بلغ قبيل الفجر فيفرد في عنقه المغرب والعشاء، وإذا طهر قبيل المغرب يفرد في عنقه الظهر والعصر.
وإذا طهر قبل صلاة من الصلوات الأخرى تفرض عند الأذان. وأما الكافر إذا أسلم، فالكافر إذا أسلم لا شيء عليه مما سبقه إلا الوقت الذي أسلم فيه. فمثلا لو أسلم في وقت أو داخل وقت العصر يلزمه أداء صلاة العصر، أما ما كان قبل ذلك وقبل نطقه للشهادتين فلا يلزم منه أن يعيدها. طيب، ماذا عن المسلم الذي أضاع صلوات في عمره ويريد أن يكفر عن هذا الذنب، ماذا يفعل؟ الإمام مالك قال إن لم يستطع أن يحصي ما ترك يصلي بقدر استطاعته بعد كل صلاة عددا من الصلوات. والجمهور يقولون أنه حكمه مثل حكم الكافر إذا كان عدد الصلوات لا يمكن حصره فلا يقضي شيئا. وأنا أميل إلى قول الإمام مالك رحمه الله، لعل الله عز وجل يتقبل منه البعض ويغفر له الباقي. أسأل الله العلي العظيم أن يتوب على كل مقصر في الصلاة وتارك للصلاة، فإنه والله لا خطر لو تعلمون عظيم. وإن الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء لكانوا يعدون أن ترك الصلاة شقيق للكفر، وكانوا يفرون من الكفر والكبائر كما نفر نحن من حر الشمس في يوم الصيف، وكما يفر صاحب الحريق من الحريق مخافة أن يحرقه. فنسأل الله الهداية والسلامة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أيها المستمعون الكرام، هناك أوقات منهي عن الصلاة فيها، أي منهي عن صلاة النفل فيها. هذه الأوقات اتفق عليها الفقهاء فقالوا بعد صلاة الصبح حتى الشروق لا صلاة للنفل، فإن استيقظ الإنسان في هذا الوقت يمكن له أن يصلي الصبح ولا يصلي سنة الفجر حتى يتم الشروق. وأيضا قالوا وقت طلوع الشمس وقت الشروق ذاته مكروه الصلاة فيه لئلا يتشبه المسلم بعباد الشمس، وينتظر ما مقداره ربع ساعة ثم يصلي النفل، أي ما مقداره ربع ساعة بعد الشروق. كما أنهم اتفقوا على أن وقت غروب الشمس من الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، وعند الحنابلة بل محرم الصلاة فيها. واختلفوا فيما إذا دخل الإنسان المسجد في هذا الوقت هل يصلي ركعتي سنة تحية المسجد أم لا؟ بعضهم قال يصلي، وبعضهم قال لا يصلي لأن هذا الوقت منهي عنه، والإنسان مخير في ذلك. واختلفوا في اثنين: وقت الزوال، وهو الوقت الذي يكون قبيل الظهر بحوالي ربع ساعة، وهو الوقت الذي تكون فيه الشمس عمودية على الأرض. قال الشافعية أن هذا الوقت منهي عن الصلاة فيه. كذلك الأمر الصلاة بعد العصر، وبه قال مالك والشافعي. لكن اتضح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتي شكر بعد العصر وصليت الجنازة بعد العصر، من هنا كان الاختلاف. الراجح في هذه المسألة والله أعلم أنني تأملت في الأحاديث التي تنهي عن الصلاة في أوقات معلومة وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وتفحصت هذا التعارض فخرجت بأمر أسأل الله عز وجل ألا يحرمني أجره، وهو أن المقصود بالنهي عن الصلاة هو النهي عن الصلاة في آخر الوقت، وليس النهي عن الصلاة أن المقصود في النهي عن الصلاة في أوقات معلومة هو النهي عن آخر وقت الصلاة وليس أثناء وقت الصلاة. فقلنا أن صلاة العصر ممتدة إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، فأرى والله أعلم أن الصلاة من أول وقت العصر إلى آخر وقت العصر جائزة، أيا كان هو النفل، استخارة، جنازة، صلاة تحية المسجد، ركعتي الحاجة، أيا كان. لأنني أرى والعلم لله أن المقصود بالنهي هو آخر وقت الصلاة. كذلك الأمر إنسان دخل إلى المسجد ووجد الناس يصلون الصبح فصلى معهم الصبح، ماذا عن ركعتي الفجر اللتان هما خير من الدنيا وما فيها؟ هل يتركهم إلى ما بعد الشروق؟ وربما يكون قد صلى الصبح في أول وقت الصبح
وربما يكون ما زال هناك مقدار ساعة على الشروق يترك ركعتي الفجر لأن هذا هو وقت منهي عنه. لا، المقصود عن النهي هنا هو النهي عن آخر وقت الصلاة، أي آخر وقت الصبح، وهو قبيل طلوع الشمس. فمن أول وقت الصبح إلى قبيل طلوع الشمس يجوز للإنسان أن يصلي ركعتي سنة الفجر، ومن هنا يكون النهي ليس نهيا عما بعد الصلاة إلى آخر الوقت، بل المقصود به هو آخر الوقت إلى انتهاء محل النهي. فيكون النهي عن صلاة النفل بعد صلاة الصبح هو صلاة النفل بعد آخر وقت صلاة الصبح، ويكون النهي عن صلاة النفل في وقت طلوع الشمس هو مقدار ربع ساعة إلى أن تطلع الشمس، ويكون النهي عن الصلاة بعد صلاة العصر هو النهي عن صلاة بعد آخر وقت صلاة العصر، وهو بضع دقائق بين غروب الشمس أو حال غروب الشمس إلى أذان المغرب. هذه البضع دقائق والتي تكون من 5 إلى 10 دقائق محرم أو مكروه الصلاة فيها، والله أعلم. هذا شيء استقر في صدري والعلم عند الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. محاضرات في الفقه الإسلامي، عمر أبو الخير.